صباح الخير، معاكم مس نادية من فيوتشر بايونيرز. النهاردة هنتعرف على حرف جديد، وهو حرف الزاي. صوت حرف الزاي ز. تعالوا يا أصحابي نشوف شكل حرف الزاي لما هيجي منفصل. شكل حرف الزاي هنكتبه سنة صغيرة فوق السطر، تنزل تتزحلق تحت السطر، وفوق راسها نقطة. شكل حرف الزاي لما هيجي متصل في وسط الكلمة هنكتبه خط ماشي مادد ايده على السطر، سنة صغيرة فوق السطر، تنزل تتزحلق تحت السطر، وفوق راسها نقطة. هي مدت ايديها عشان تمسك في الحرف اللي قبله. دلوقتي يا أصحابي هنتعرف على الأصوات القصيرة لحرف الزاي. زاي فتحة زا، زاي كسرة زي، زاي ضمة زو، زاي سكون ز. دلوقتي هنتعرف مع بعض على كلمات حرف الزاي. زاي زا زرافة، زاي زا زيتون، زاي زو زبد، زاي زي زر، زاي زو زهور. دلوقتي يا أصحابي هنشوف مع بعض الكلمات. زاي زا زرافة. تتميز الزرافة برقبتها الطويلة. زاي زا زيتون. معانا كمان زاي زي زر، زاي زو زبد. الزبد بنستخدمه أثناء الطبخ. زاي زو زهور. الزهور رائحتها جميلة. دلوقتي هنشوف مع بعض شكل حرف الزاي. اتفقنا هنكتبه لما هيجي منفصل، سنة صغيرة فوق السطر، تنزل تتزحلق تحت السطر، وفوق راسها نقطة. دلوقتي هنراجع مع بعض على كلمات حرف الزاي. زاي زا زرافة. زاي زا زيتون. زاي زو زبد. زاي زي زر. زاي زو زهور. نتقابل في حرف تاني جديد. مع السلامة.